السلام عليكم. ان شاء الله هنكمل حل كتاب بنوك الاسئله الامتحانيه. وبالنسبه للطلبه اللي بتسال على الكتاب، هو الكتب مش موجود منها دلوقتي غير الفيزياء والاحياء، بقيه الكتب الطبعه الرابعه بتاعتها انتهت. فاللي عايز الكتب دي اللي هي الفيزياء والاحياء يتواصل من خلال التليجرام على 012-275-3371. نشوف السؤال رقم 49. وضعت، هنقول هنا بدل ملفين حلقتين، علشان يبقى احنا لازم يكون معلومة عندنا عدد اللفات، فلما نقول حلقات يبقى كل حلقة بلف واحد. حلقتين دائرتين ألف وباء عموديتين على المجال يبقى زاوية 90، بتغير بانتظام المجال، بيتغير بانتظام، يبقى الدلتا بي على الدلتا تي واحدة في الاتنين. فإذا كان نصف قطر الملف ألف ضعف نصف قطر الملف ب، فأي التمثيلات البيانية الآتية توضح توضيح صحيح نسبة القوى الدافعة الكهربائية المستحسة في الملفين. هي الـ EMF اللي هتتولد في الملف عبارة عن سالب N في الـ A في دلتا B على الدلتا T. المجال بيتغير بانتظام، فدلتا B على دلتا T واحدة، وهم حلقات، فبالتالي عدد لفات واحد فيهم هما الاتنين. فالنسبة بين الـ EMF هتبقى في تناسب بين الـ EMF والـ A ومساحة طردي. يعني أقدر أقول الـ EMF الملف ألف على الـ EMF الملف ب هيساوي مساحة ألف اللي هي باي ار تربيع. طبعا الباي هتختصر مع الباي في المقام، فخليك في الار على طول. ار ألف تربيع اللي هي القيمة دي، يعني هتربع يبقى تربيعة الاتنين أربعة، والار ب تربيع على باي ار تربيع الملف ب. الباي قلنا طارت مع الباي لفوق، والار ب اللي هي هنسيبها ار ب، بس نقول ار ب لكل تربيع، تقوم دي تطر مع دي تبقى أربعة لواحد. يبقى المفروض إن اي ام اف للملف ألف يكون عبارة عن أربعة من الـ EMF في الملف ب. طيب هنا أ قد ب مستبعد، هنا أ أصغر من ب مستبعد، هنا أ أكبر بس تقريبا نص مش أربع أمثال فمستبعد، هنا الألف أكبر واضح إن هو أكبر أربع مرات، فيبقى الاختيار الصحيح هيبقى الاختيار ب. السؤال اللي بعده، فيه الشكل المقابل يوضح زمن دخول المغناطيس الملف حتى يتوقف بداخله وكذلك عدد لفاته، فإن القوة الدفع المستحسة المتواجدة في الملف بي، بيسأل على بي قد إيه من إيه. طيب تمام، هو إيه المختلف؟ المغناطيس ده بيقول لك ليهم نفس المساحة والمغناطيسين متماثلين، يعني مجال ده زي مجال ده. تمام، الفرق في الزمن، ده اقترب في زمن نص ثانية، وده خد وقت كبير اقترب في خمس ثواني، وكمان اختلاف عدد اللفات، عدد اللفات هنا لفة وهنا عدد اللفات مكتوب خمس لفات. طيب الـ EMF بصفة عامة عبارة عن سالب N في الـ A في الدلتا B على الدلتا T. تمام، الاختلاف مش في المجال ولا الاختلاف في المساحة، الاختلاف في عدد اللفات والزمن، في عدد لفات الملف نفسه والزمن اللي بيقترب بيه الملف من أو المغناطيس من الملف. فبالتالي اقدر اقول الاي ام اف اي على الاي ام اف بي بيساوي النسبه بالان والزمن، يبقى ان اي على ان بي، اما الزمن عكس، قدام ايه نكتب تي بي وقدام بي نكتب تي اي. طيب عدد لفات ايه؟ ايه عدد لفاته واحد، وبي عدد لفاته خمسه. طيب وزمن بي، زمن بي خمس ثواني، اما زمن ايه نص. تمام، خمسه هتطلع على خمسه، واحد على النص فيها اتنين لواحد. طيب احنا عايزين مين في طرف؟ عايزين الـ MFB اللي في طرف، مقدم على مقدم بيساوي تاني على تاني. يبقى الـ EMFB هتساوي EMFA على اتنين، يعني نصها، وبالتالي يبقى الإجابة الصحيحة هتكون رقم د. السؤال اللي بعده، يتم سحب حلقة مستطيلة بسرعة منتظمة ب حتى تعبر المسافة دي، حيث يتواجد مجال كثافته ب كم بالرسم، فإن الرسم البياني الذي يعبر عن الـ EMF المستحسة في الحلقة مع الزمن يكون إيه؟ أولاً هو دلوقتي الملف ده منتظم، شكله منتظم، يعني لو مثلث ولا دايرة، وبالتالي التغير في الفيض هيكون منتظم، فينشأ فيه EMF مستحسة ثابتة، EMF قيمة ثابتة. الـ EMF دي هتبقى عبارة عن عكسية أثناء الدخول، لأن لما بيجي يدخل الملف جوه المجال، المجال اللي بيملى الملف بيتزايد، فيتولد فيه EMF مستحسة عكسية هتكون في الاتجاه السالب. وبعدين لما يبقى مملوء تماما بالمجال، هو عرضه دي والمجال دي، فلما يتملي تماما بالمجال ساعتها هيبدأ يخرج وتبدأ المجال يتناقص في الملف، فتظهر فيه الـ EMF الطردية اللي هتبقى في الموجب،
يبقى انا دلوقتي عايزه ام اف منتظمه. ام اف منتظمه مره في السالب ومره في الموجب، او ام اف ثابته ثابته مره في السالب ومره في الموجب، يبقى الاختيار ب اختيار صحيح. يبقى احنا هنا الاجابه هتبقى ب. السؤال اللي بعده، الشكل التالي يوضح سلك يمر به تيار موضوع بين حلقتين معدنيتين والجميع في مستوى الصفحه، فعند زياده شده التيار في السلك بمعدل ثابت، فان التيار المستحث في الحلقتين هيبقى ايه؟ طيب تمام، ادي التيار تجاه التيار، يبقى الناحيه دي هيبقى اكسات والناحيه دي هيبقى نقط. فدلوقتي لما انت تيجي تزود التيار في السلك فمجاله هيزيد، الاكسات هتزيد والنقط هتزيد. فلما الملف ده يلاقي الاكسات بتزيد يحاول ان هو ينقصها، فيخلي مجاله عباره عن نقطه لخارج الصفحه، فيخلي تياره عكس عقارب الساعه. اما هنا الملف ده لما يلاقي النقط بتزيد يحاول يخلي مجاله مخالف اللي هو اكسات، فيبقى تياره مع عقارب الساعه. يبقى هنقول ان ايه؟ هنقول في نفس الاتجاه الاثنين مع بعض؟ لا، في عكس اتجاه عقارب الساعه في ايه، وفي اتجاه عقارب الساعه في بي، يبقى الجيم ده صحيح. السؤال اللي بعده، تزداد القوة الدفع الكهربية المتولدة بين طرفي ملف حاسة عندما ايه؟ لو جينا كتبنا الـ EMF من قانون فاراداي سالب N في الـ A في دلتا B على الدلتا T مثلا، هنلاحظ ان اللي احنا عشان يزود الـ EMF في اي حد من البسط ونقلل حد من المقام. فمين هنا موجود في البسط انت ناوي تزوده؟ هل مثلا في عامل من العوامل دي انت ناوي تزودها؟ هلاقي ج، عايز يزود عدد اللفات. طب ما عدد اللفات في البسط طردي، فلو عدد اللفات زاد الاي ام اف تزيد، فيبقى الاختيار ج اختيار صحيح. السؤال اللي بعده، يحدد اتجاه التيار المستحث في ملف. انا لما احب احدد اتجاه التيار لازم اشوف التيار ده في ايه، ملف ولا سلك؟ لو ملف بقول قاعده لينز، لو سلك اقول فريمنج اليد اليمنى، بس ده ملف يبقى قاعده لينز، يبقى الاختيار ج. السؤال اللي بعده، تختلف قيمه القوه الدفع المستحثه المتولده في الملف، لاحظ الادخال او اخراج المغناطيس منه نتيجه اختلاف ايه؟ هي الاي ام اف فين عواملها؟ الاي ام اف بتساوي ان في دلتا فاي على الدلتا تي، فبتختلف نتيجه اختلاف كثافه الفيض. كثافه الفيض موجود في الفاي ام، ده صحيح. عدد اللفات موجود في القانون، السرعه موجوده من خلال الزمن، يبقى جميع ما سبق. السؤال اللي بعده، الشكل يمثل حلقتين الداخليه يمر بها تيار كهربي باتجاه عقارب الساعه وفي حاله تزايد، والحلقه الخارجيه بها مقاومه فاثناء تناقص شده التيار في الحلقه الداخليه. الحلقه الداخليه اتغير فيها التيار، فهيتغير المجال الناشئ عن مرور التيار، وبالتالي الحلقه اللي بره دي هتقطع مجال متغير. بس هو ايه؟ طيب ما هو انت المفروض ان الملف ده لو طياره كده هيبقى مجاله عباره عن اكسات، فاصبحت الحلقه الكبيره دي بتقطع مجال اكسات ونتيجه تناقص شده التيار الاكسات دي بتقل، فتقوم الحلقه الخارجيه تقرر انها تعاكس التغير ده وما تخلوش يقل، فتزوده. تزوده ازاي؟ تخلي مجالها اكسات بحيث ان تيارها يكون مع عقارب الساعه. مع عقارب الساعه يعني هيمشي في المقاومه من بيد ايه؟ يبقى يستحسها ويكون التيار من بيد ايه؟ يبقى الاختيار ب اختيار صحيح. السؤال اللي بعده، عند قطع التيار الكهربي في الملف الابتدائي وهو داخل ملف ثانوي يتولد بالاخير تيار ايه؟ ادام في نقصان في التيار يبقى في نقصان في المجال، فيتيجي الطرديه الاي ام اف الطرديه والتيار الطردي. يستفاد من الحراره المتولده من التيارات الدوميه على اساس عمل ايه؟ افران الحس. يبقى الاجابه هتكون د. السؤال اللي بعده، لاحظت غلق المفتاح اس في الرسم المقابل، فإذا كانت القوة الدفع المستحثة المتولدة بالملف وكذلك شدة التيار المر في الدايرة خلال زمن تي، أي من الرسومات البيانية صحيح؟ طيب أنا كان ممكن أختار الاختيار ب لو ما كانش على السهم ده ام اف، لو كان تيار وزمن كنت قلت إن التيار يعني هيتولد في الملف ام اف مستحثة عكسية هتمنع مرور التيار وبعد كده هيعدي تيار لغاية ما يثبت. كان ممكن اختار الاختيار ب لو كانت المحاور اي و تي، لكن المحاور ام اف والام اف ان هي اللي بتتولد في الملف، اول ما تقفل المفتاح هتظهر ام اف مستحثه عكسيه فلازم تبقى في السالب، والام اف المستحثه العكسيه هتبقى قيمه عظمى وهتبدا تنكمش 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 لحد ما تبقى بصفر، هي هتبقى بصفر اول ما يبقى التيار يوصل لقيمته العظمى، فالاختيار ده اللي هو الاختيار الصحيح. ودي مسألة فيها فكرة كويسة جدا ومن مستوى الامتحان. سؤال 60، ملف لولبي منتظم وعامل حس ذاتي ليه ال، فإذا قطع نصف طوله فإن معامل حس ذاتي للنصف الملف يبقى إيه؟ نصف الملف. طيب تمام، نكتب القانون الأول، ال ال بتساوي من ميو ان تربيع ايه على ال. عارف لو أنت قصيت نصف الملف نص اللفات هيتقص هو كمان، فبالتالي الميو مش هيحصل لها حاجة، عدد اللفات هيقل النص بس التربيع،
والمساحه مش هيحصل لها حاجه، الطول هيقل النص، النص هيروح مع التربيع ويتبقى نص، يعني معامل الحاسس الذاتي يبقى نص مكان عليه، يعني الاجابه هتبقى ب. السؤال اللي بعده، الحالات التاليه يمثل التغير في الفيض عبر ملف دائري عدد لفاته n، فاي من هما يسبب تولد اكبر ام اف المستحث في الملف؟ عايزين نقارن بحيث نجيب اكبر ام اف. طبعا الان واحده ولكن التغير في الفيض مختلف، فتعالوا كده نجيب الدلتا فاي على الدلتا تي، يعني فاي ام 2 ناقص فاي ام 1 على التي بالنسبه للاختيار الف. الاختيار الف هنقول اتغير من 2 وبر ل 2 واحد من 10، يبقى 2 واحد من 10 نشيل منها 2 ونقسم على 10 وسالب 4 هيطلع معاك الناتج 1000. تعالى نشوف الاختيار ب، هنلاقي اتغير الفيض من 2 من 10 ل 4 وبر خلال 2 من 10 ثانيه، يبقى نقول 4 ناقص 2 من 10 على 2 من 10 هتبقى 19. نشوف الاختيار ج، هنلاقي اتغير الفيض من 1 وبر ل 20 وبر خلال 10 ثواني، يبقى 20 ناقص 1 على 10 1.9 من 10. طيب تغير الفيض من 1 من 100 ل 2 من 100 خلال 2 من 10 ثانية، يبقى نقول 2 من 100 ناقص 1 من 100 على 2 من 10 تطلع 5 من 100، أعلى رقم 1000 ألف، يبقى الاختيار ألف هو الاختيار الصحيح، وده أكبر إم إف هتتولد في ألف. شوف السؤال اللي بعده، دايرتين متجاورتين فعند لحظة فتح المفتاح كي، فإيه اللي هيحصل لشدة إضاءة المصباح؟ طيب تمام، المصباح ده موجود في دايرة فيها تيارين، فين التيارين دول؟ ما هو التيار اللي خارج من موجب البطارية اللي هو لأسفل أو مروحة السالب، والتيار المستحث. فين التيار المستحث؟ ما هو الملف ده هيقطع مجال ده. قصدك إن ده مغناطيس؟ أيوه. طيب بيقرب ولا بيبعد؟ هو بيقول لك هنفتح المفتاح، يبقى ده مغناطيس بيبعد. طيب فين أقطابه؟ لو أنت مشيت من القطب الموجب هتلاقي تياره فوق، وبالتالي ده قطب شمالي وده قطب جنوبي، فالمفروض ان ده كده بيبعد، فيقوم الملف ده يقول له لا ما تبعدش تبع قاعده لينز، فيحاول يشده ويقربه فيكون هنا قطب مخالف عشان يجذبه، يبقى هنا اس وهنا ان، ولو ده حصل هنا ان وهنا اس يبقى التيار هيبقى لفوق لفوق، في حين ان تيار البطاريه لتحت، يبقى الدايره دي في اصبح فيها تيارين عكس بعض، فاضاءه المصباح تقل، يبقى تقل الإضاءة تبقى الإجابة ج. السؤال اللي بعده كما بالشكل التالي، أي مواضع البندول نحصل على أكبر قيمة لقوى الدفعة التأثيرية؟ الإم إف المستحثة ليها علاقة بالزمن، والزمن له علاقة بالسرعة، كل ما كان سرعتك عالية كل ما كان زمنك قليل، فبالتالي أعتقد إنه عند كيو، لأن لما بتيجي تمر بموضع الإتزان بتبقى السرعة هنا أكبر قيمة، فلما تكون السرعة أكبر قيمة تبقى الزمن قليل فتبقى الإم إف كبيرة، يبقى عند موضع كيو بس، يبقى الاختيار ألف. تعالى نشوف سؤال زي ده، وليه طلبة بتحس إن السؤال ده صعب عليهم؟ يظهر الرسم البياني المقابل العلاقة بين شدة التيار في ملف حس مع الزمن، فإن العلاقة بين الإم إف المستحثة في الملف مع الزمن تكون إيه؟ جايب لك رسمة بين الأي والتي، وعايزك أنت تختار الرسمة بين الإم إف والتي، إزاي أحول الرسمة دي لدي؟ هي الإم إف إيه علاقتها بالأي؟ الإي إم إف، الإي إم إف عبارة عن إل في دلتا اي على دلتا تي، يبقى للحصول على الام اف لازم تقسم الدلتا اي اللي هي الصادات فرق الصادات على الدلتا تي اللي هي فرق السينات، بس انت اتعلمت ان فرق الصادات على فرق السينات اسمه الميل، يبقى من اجل الحصول على الام اف لازم تحصل على الميل. طيب اعرف الميل ازاي؟ الخطوط، الخطوط المستقيمه زي المرسومه كده، الخطوط مش الكيرفات، نتكلم عن الخطوط، حاجه من الثلاثه، يا إما الخط بيوازي محور السينات ده كده ميله صفر، يا إما الخط بيصنع زاوية حادة مع السينات وده كده ميله هيبقى مقدار ثابت في الموجب، يا إما الخط بيصنع زاوية منفرجة مع السينات ويبقى ميله مقدار ثابت في السالب، عليك إنك تحفظ الكلام ده. طيب تعالى بقى نجيب ميل كل خط من الخطوط دي، لانك لو جبت الميل يبقى انت قدرت تحول الاي لدلتا اي على الدلتا تي، يعني قدرت تحصل على الام اف. الخط ده انهي واحد في دول؟ الاول ميله بصفر، يبقى لازم تكون الرسمه اللي بين الاي ام اف والزمن في المرحله دي بتبقى صفر. طيب نخش على الخط اللي بعده،
الخط ده بيصنع زاوية منفرجة مع السنان، فميله هيبقى قيمة ثابتة في السالب، ولكن سالب لينز هيخليه قيمة ثابتة في الموجب. فهنطلع هنا ونرسم قيمة ثابتة في الموجب. طيب وراه على طول خط بيصنع زاوية حادة مع السنان، فميله هيكون مقدار ثابت في الموجب، وعشان سالب لينز يبقى مقدار ثابت في السالب. طيب وبعد كده هيبقى يرجع صفر. طب هل في الرسمة دي موجودة في الاختيارات؟ هتلاقي الرسمة دي موجودة في الاختيار جيم، وبالتالي الإجابة الصحيحة هتكون جيم. السؤال اللي بعده فيه الشكل التالي: تخطيط لمجال ناتج من ملف لولبي. ادي الملف اللولبي وادي المجال الناتج منه. طيب ماشي كده، التيار لأعلى يبقى هنا قطب شمالي وهنا قطب جنوبي. ماشي، ولو كان المجال ده ناتج عن مجال ملف لولبي، بفرض ان هذا المجال جه نتيجة حركة مغناطيس بالقرب من الملف. لو نفترض ان جه المجال دوت او التيار ده مستحس نتيجة ان في مغناطيس هنا جهة اليمين بيقرب من الملف. ماشي، في جهة اليمين، فان الاختيار المناسب الذي ينتج عنه هذا المجال ايه؟ طيب لو كان ده بيقرب اكيد الملف بيقول له ابعد، فعشان يقول له ابعد كان بيكون منه قطب، بالقرب منه يعني قطب مشابه ليه عشان يتنافر معاه ويبعده. فهو هنا مكون اس، ده معناه ان كان القطب اللي بيقرب اس، ويبقى ده ان. يبقى تعال بقى نشوف الاختيارات: هل القطب الشمالي يقترب من الملف؟ لا، ده القطب الجنوبي. هل القطب الجنوبي هو اللي بيقترب من الملف؟ ايوه، هتبقى الاجابه ب. الدينامو الذي في الشكل يطلق تيار ايه؟ ابص على الدينامو واشوف مزود بايه. لو كان مزود بحلقتين يبقى هيطلع منه تيار متردد متغير الشده والاتجاه. لو اسطوانه مشكوكه زي ما انت شايف كده هيبقى تيار متغير الشده لكنه موحد الاتجاه، يبقى لا يغير اتجاهه ولكن يغير شدته، فتبقى الاجابه ب. السؤال بعده: الخط الاصفر يمثل قوه دفعه لحظيه من الدينامو، وعند احداث تغير اصبحت القوه الدافعه بالخط الاحمر، يعني دي القوه الدافعه الاولى، وبعدين عملنا تغيير مش عارفين ايه هو، اتحولت من دي للرسم التاني. طيب ايه التغير اللي حصل؟ هو في حاجتين اتغيروا، في حاجتين اتغيروا في الرسمه. رقم واحد، الاي ام اف زادت للضعف، بعد ما كانت الماكس عند 5 اصبحت الماكس عند 10، على العلم ان الاي ام اف بيساوي ام 2 باي اف. فلو المساحه زادت تعمل حاجة واحدة، البي زادت تعمل حاجة واحدة، عدد اللفات تعمل حاجة واحدة، إلا التردد إلا السرعة الزاوية يعملوا حاجتين. أول حاجة زيادتها للضعف تزود الـ EMF للضعف، والحاجة التانية إنها تقلل الزمن الدوري للنص. يبقى لأن هنا المنحنيات أو الكيرف في زمن وفي EMF، والسرعة الزاوية أو التردد هيأثر على الاتنين. فبص كده، في الاول كان الزمن الدوري الدورة تتم عند زمن 2، دلوقتي لما اتغيرت بقت الدورة تتم عند 1، وده معناه ان الزمن الدوري قل من 2 لـ1، يعني قل للنص، يعني التردد هو اللي زاد للضعف. التردد لما يزيد للضعف يزود لك الام اف ويقلل لك الزمن الدوري، وبالتالي هيبقى الاختيار الصحيح ده. السؤال بعده: اذا كان الزمن الذي يستغرقه الدينامو ليصل للقيمة العظمى، القيمة العظمى عند زاوية 90 من بداية من الوضع العمودي، بيساوي يبقى معاك زمن أولاني قال عليه 12 ملي ثانية، وخلي بالك المطلوب بالملي ما تحولش، وزاوية عرفتها إنها 90 من خلال كلمة القيمة العظمى، فإن الزمن بيسأل على زمن تاني غير الزمن الأولاني ليصل لنص القيمة العظمى. نص القيمة العظمى بيتحقق عند الزاوية 30. يبقى احنا نعتمد على العلاقة اللي بتقول ان في تناسب طردي بين السيتا والزمن، مش السيتا بتساوي 2 باي اف تي، فاقدر اقول سيتا 1 على سيتا 2 بتساوي تي 1 على تي 2. سيتا الاولى 90، سيتا الثانية 30، الزمن الاول 12، الزمن الثاني عايزين نعرفه، صفر هيروح مع الصفر، على 3 فيها الواحد، على 3 فيها الثلاثة، يبقى انت عندك مقدم على مقدم بيساوي تالي على تالي. يبقى تي 2 هتساوي 12 على 3 فيها ال 4 ملي ثانية، 4 ملي ثانية يبقى الإجابة ب. السؤال اللي بعده: دينامو ينتج ودفع كهربية عظمى 100 فولت عند زمن، فإنه ينتج 50 فولت عند زمن، معاك زمن وطالب منك زمن تاني. اللعبة بين الزمن والزوايا مش الزمن والإي إم إف.
طيب ما الـ EMF دي هقدر أعرف منها الزاوية، مش دي قيمة عظمى، يبقى أكيد الزاوية بتاعتها 90 وزمنها زي ما أنت قلت 6 مللي ثانية، وأنت عايز الزمن بالملي مش هحول. طيب فينتج 50، علاقة 50% دي نص القيمة العظمى، ونص القيمة العظمى بتحدث عند زاوية 30، وزمنها بقى يبقى كام زي المسألة اللي فاتت. تمام، فهنقول سيتا 1 على سيتا 2 بتساوي تي 1 على تي 2. سيتا 1 اللي هي ب90، سيتا 2 ب30، وتي 1 ب6 وتي 2 مجهولة. دي كده على 30 فيها الواحد، على 30 فيها التلاتة، 3 على 1، يبقى تي 2 مقدم على مقدم بيساوي تالي على تالي، يبقى تي 2 هتساوي 6 على 3، 2 مللي ثانية، فيبقى الإجابة هتكون د. السؤال اللي بعده، الشكل المقابل يمثل العلاقة بين جهد الخارج مع الزمن في دينامو تيار متردد، فإذا زادت سرعة الدينامو للضعف، فإن العلاقة بين جهد الخارج مع الزمن يكون إيه؟ طيب إحنا دلوقتي بنقول السرعة بتعمل حاجتين في الكيرف، بتعليه علشان خاطر هي علاقة طردية الـ EMF، تعال نكتب القانون تاني، يقصد هنا السرعة الزاوية والتردد. الـ EMF عبارة عن ابن 2 باي اف، ABN 2 باي اف، فالتردد لو زاد هيزود الـ EMF، وفي نفس الوقت التردد لو زاد هيقلل الزمن الدوري، وبدل ما يبقى الزمن الدوري واحد هيبقى الزمن الدوري نص. فانا هدور على الـ EMF الاكبر من واحد، يبقى انا كده هبحث في الرسومات عن EMF تكون اكبر من واحد، وان الزمن الدوري، الزمن الدوري يكون نص الزمن ده، يبقى نص. ادام التردد زاد للضعف يبقى ساعتها اللي هو ما قاليش طبعا، هو نقل للضعف، ادام التردد زاد للضعف يبقى الـ EMF تزيد للضعف، مش هتبقى اكبر من واحد بقى، هتبقى اتنين، هتبقى اتنين ادام قالها، ادام حددها انها الضعف، والزمن يقل النص بدل واحد يبقى عند نص المقدار. وبالتالي حاجه ادور هنا، اولا انت لسه عند واحد هستبعدك، هنا عند اتنين صح. طيب والزمن الدوري عند واحد، الزمن الدوري عند اتنين، لا احنا مش بنقول لك ضاعف الزمن الدوري، هو الزمن الدوري عكسي مع التردد، يعني المفروض يبقى النص مش اتنين، فانا هستبعدك. هروح دي جيم هلاقي لسه الفي بواحد، لا هنا تمام الاي ام اف بقت للضعف، هل الزمن الدوري بنص؟ دي واحد، طب في النص هنا يبقى ايه؟ يبقى نص. هل تم دوره كامله عند النص؟ ادي نص ودي نص، دي كده صح، يبقى الاختيار ده. السؤال اللي بعده، اذا كانت القوه الدفع العظمى المتولده من دينامو تيار متردد، يبقى انت عندك الاي ام اف ماكس ب 88 فولت، فان المتوسط خلال ربع دوره بالفولت تساوي ايه؟ دي محفوظه، الاي ام اف المتوسطه خلال ربع دوره محفوظه، يا اما تقول نفر اف لو عندك البيانات دي، او تقول ضعف القيمه العظمى على باي، يبقى دي محفوظه اي ام اف متوسطه خلال ربع دوره، هقول ضعف، ودي الافضل علشان معايا الماكس 2 اي ام اف ماكس على الباي، ادي الاثنين والماكس ب 88 والباي ب 3.14%، هتطلع معاك 56 فولت، 56 فولت موجودة الاختيار ب. السؤال بعده، ملف دينامو تيار متردد يبدأ دورانه من الوضع العمودي على خطوط الفيض، فمر بوضع الصفر 121 مرة في أول دقيقة، فيبقى تردده بكام؟ الورق ده مهم، عدد مرات وصول التيار للقيمة العظمى، عدد مرات وصوله للصفر، أنا بقى عايز عدد مرات وصوله للصفر، بس لما يبدأ من الوضع العمودي مش لما يبدأ من الوضع الموازي. طيب عدد مرات الوصول التيار للصفر 2F زائد 1، 2F زائد 1 دي عدد مرات وصوله للصفر من الوضع البداية، وبالتالي ده بيساوي 121 مرة. بس في نقطة مهمة، الكلام ده صحيح في حالة ما الزمن 1 ثانية، لكن لو الزمن دقيقة مش ثانية مش 1 ثانية، هتبقى الإف دي مش إف لوحدها، ده هتبقى 2F تي، جنب أي إف هكتب تي زائد واحد بيساوي 121، وساعتها بقى الاتنين اف تي هتساوي وادي الواحد هناك، يبقى 121 شيل منها واحد تبقى 120، هقول ادي الاتنين والاف مجهوله، والزمن انت قلت لي دقيقه، انت قلت لي دقيقه، والدقيقه يعني 60 ثانيه، هيساوي 120، تضرب الاتنين في 60 تطلع ال 120، فتبقى ان الاف ايه بقى؟ بتساوي 1 هرتز، فتبقى هي دي الاختيار الصحيح الف. السؤال اللي بعده،
توضع المادة العازلة الموجودة بين شكل الصورة المعدنية في دينامو التيار موحد الاتجاه بحيث تلامس الفرشتين عندما يكون مستوى الملف موازي للفيد. بص، مين بينتج لك التيار؟ الملف. ليه؟ عشان عايز التيار ده اوصله للدائرة الخارجية عشان اشتغل على التيار ده. طيب مين بقى اللي بينقل التيار من الملف يخرجه للدائرة الخارجية؟ الفرشتين. طيب لما يكون الملف موازي يبقى التيار عظمة وتبقى الـ EMF قيمة عظمى. طيب لما يكون الملف موازي يفضل ان الفرشتين ده دورها، يلا بقى يا فرشتين انقل التيار من الملف وصليه للدائرة الخارجية. نلاقي الفرشتين متوصلين بالمادة العازلة، يعني ما تاخدش تيار وقت ما الملف مدينا احسن تيار. يبقى ما ينفعش ان انت تقول ان الفرشتين عندما تكون مستوى الملف موازي للفيض المادة العازلة، ما ينفعش تلامس الفرشتين لما يكون الملف موازي. تهي تلامس الفرشتين امتى بقى؟ لما يكون الملف عمودي، عشان يبقى انقطاع التيار بسبب ان الملف عمودي يعني الزاوية بصفر مع انقطاعه بالمرة لان الفرشتين لابسين المادة العازلة، يعني نعمل تزامن للحاجتين اللي بيوقفوا التيار مرة واحدة. امال ايه الحل بقى؟ الحل انك ترجع للدرس ده وتشوف استخدام الاسطوانة المشكوكة الى نصفين، هتلاقي الجملة دي بالنص عليك تذاكرها وتظللها بخط وتفهمها. يبقى السؤال ده هيخليك ترجع تذاكر تاني ان لازم يكون مستوى المادة العازلة عمودي على مستوى الملف. ده الصح، يبقى الاختيار هنا ده. السؤال اللي بعده، في اللحظة اللي بيكون فيها ملف الدينامو موازي للفيض، ايه اللي هيحصل لقوة الدفع المستحسة وايه اللي هيحصل للفيض؟ تعالوا نشوف ثلاث مصطلحات في غاية الأهمية. القوة الدفع الـ EMF، والـ EMF عندك اللي هي المستحسة، وعندك كمان الفاي ام او سميها الدلتا فاي، وعندك حاجة اسمها الدلتا فاي على الدلتا تي. يبقى معاك حاجة اسمها معدل التغير، وعندك التغير، وعندك الـ EMF المستحسة. الـ EMF دي، الـ EMF المستحسة، مين يمثلها؟ مين صورتها؟ الدلتا فاي على الدلتا تي. طب مين عكسها؟ التغير في الفيض، الفاي ام لوحدها. يبقى لو كان الملف موازي، مين اللي متأكد منه ان الـ EMF ماكس؟ ان الـ EMF هتبقى ماكس. يبقى ساعتها الدلتا فاي على الدلتا تي معدل التغير هيبقى ماكس، لكن التغير في الفيض نفسه، الفيض نفسه هيبقى بصفر. طيب انا دلوقتي بقول الملف موازي، فالقوة الدفع الكهربية هتبقى قيمتها عظمى، والفيض انا ما قلتش التغير في الفيض، انا قلت الفيض بس، يبقى الفيض هيبقى منعدم، هيبقى بصفر. يبقى الاختيار الصحيح هيبقى ألف. السؤال اللي بعده، التيار المار عبر الملف دينامو تيار موحد الاتجاه، حتى انت لو وحدت الاتجاه ما زال التيار في الملف متردد، فالتيار المتردد بيعكس اقطابه كل نصف دورة، بغير اتجاهه كل قد ايه؟ كل نصف دورة، فتبقى الإجابة ب. السؤال اللي بعده، الشكل بيمثله القوة الدفع الكهربية اللي بينتجها هذا الدينامو، أنهي دينامو؟ احنا عندنا ثلاث أنواع من الدينامو، دينامو التيار المتردد، دينامو موحد الاتجاه، دينامو التيار اللي مستمر، فده أبو حلقتين، فده اللي بيدي التيار المتردد اللي هو الشكل دوت. يبقى هنا ده شكل ايه؟ ده شكل الرقم ألف ايه فقط، هو ده اللي بيدي التيار اللي بينتجه هذا الجهاز المزود بالحلقتين. السؤال بعده، تيار متردد ناتج من دينامو بدأ حركته من الوضع الموازي، بدأ حركته من الوضع الموازي، تردده 2 هرتز. يعني ايه تردده 2 هرتز؟ التردد عبارة عن ان على تي، فالان على تي 2 يعني دورتين في الثانية. طب تعالى نصنع دورتين من الوضع الموازي، ادي كده ربع ونص ونص، تعالى كده نكمل. استنى، هل احنا عملنا دورتين ولا لا؟ ادي دورة وادي نص، وهنا ربع وربع، يبقى كده مظبوط نص. طيب ماشي، ايه المطلوب؟ بيقول لك ان التيار دوت هيعكس اتجاهه في الدايره كل قد ايه؟ في الثانيه. طيب تعال نشوف عكس امتى. هو كان عايش في الموجب، عند النقطه دي راح يعيش في السالب، ادي اول انعكاس. ده انه عايش في السالب لغايه النقطه دي، قرر انه يغير ويروح للموجب، ادي الانعكاس الثاني. هيدا انه قاعد في الموجب لغايه ما يجي عند النقطه دي ويقرر انه يعزل ويروح للسالب، ادي انعكاس ثالث. هيدا انه عايش في السالب لغايه النقطه دي ويقرر انه يروح للموجب، ادي انعكاس رابع. واحد اتنين تلاتة أربعة، يبقى هيعكس نفسه كم مرة؟ أربع مرات. السؤال اللي بعده، الشكل البياني الذي يمثل التيار المتولد من دينامو يتركب من عدة ملفات بينهم زوايا صغيرة متساوية،
زوايا صغيرة متساوية هيديني تيار يكاد يكون ثابت الشدة وموحد الاتجاه، يعني الاختيار الصحيح هيكون ده. السؤال بعده، الشكل يوضح العلاقة البيانية بين قوة الدفع المستحسة المتوردة في السلك. بتغير الزاوية، فإن القوة الدفع المستحسة المتوردة في السلك عندما يتحرك عمودي على اتجاه المجال، لو يتحرك عمودي هتبقى الـ EMF اللي انت عايزها عبارة عن BLV، مش هكتب ساين 90 لأن ساين 90 بواحد. طيب ليه انا قلت BLV؟ عشان ده سلك. طيب ايه علاقة ده ان انا اقدر اجيبه من رسم بياني؟ تعال نشوف مين الميل. تعال نكتب القانون، الـ EMF في الأصل عبارة عن BLV ساين سيتا، اشطب على الصادات اللي هي EMF، اشطب على السينات اللي هي ساين سيتا، اذا الميل هو بلف اللي انت بتدور عليه. طيب تعال نجيب الميل، ناخد نقطة على النقطة اللي قصادها. الأربعة مضروبة في حاجة؟ لا. على النقطة اللي قصادها 2/10 مضروبة في حاجة؟ لا. يبقى دي كأنها 40 على 2 فيها 20، يبقى الناتج هيبقى ألف.